صل على النبي. اما اسعار اللحمه تنزل هنبتدي نرجع نجيب لحمه تاني. عن موضوع الفول واللحمه صلح مصدر بيه مسؤول ان الطب بيتقدم جدا والدكتور محسن بيقول الجزيره قربت تنقرض يعني بمعنى اصح. ان الشعب المصري خصوصا من مصلحتي قلقش فول حيث الفول المصري عموما يجعلني بني ادم غول. العجل المصري بياكل رده بياكل ذره بياكل برسيم اخضر بياكل تبن ابيض. انا اصلا كده ولا كده انا مقاطعها اصلا. المقاطعه مش هي الحل. ثم اضاف الدكتور محسن السوداني باخده مش هو الحل. ان اللحمه جسمي اكيد اسم الله على قيمتك عن ذبح الحمير بقى الواحد يخاف. بتزود اوجاع المعده وتعود على طول الايد. هم من غير ما هيقطعوا جزارين هتقاطع نفسيها. وتلين بني ادم اكثر وتفرقع منه المواعيد. واللي بياكل لحمه عموما هيخش له جهنم تقابيل. راجل فقير بيشتغل على دريعته وعلى صحته وعاوز ياكل حاجه تقويته خرناه. يا دكتور محسن يا مزقلط يا مصدر يا دي المسؤول حيث تقول العالم والعالم محتاج يعود. ما وعي جنابك وجنبهم في واحد مجنون بيقول احنا سيبونا نمد اللحمة وانتو تعيشوا تاكلوا الفول. ما رأيك يا كابتن محسن مش بالذمة كلام معقول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. نواصل حوارنا حول بلاها لحمه وده الهاشتاج بتاعنا. وخلوني احنا هناخد تليفوناتكم بس خلوني مع ضيوف الاعزاء انقول لكم الناس بتسال في ايه. وهسال الدكتور عبد الكريم زياده بما ان حضرتك رئيس قطاع الانتاج بوزاره الزراعه. وليد حسني طرح شويه اسئله وقال لي والله لو عرفت يا خيري بيه تجاوب على الاسئله دي هتتحل المشكله. فربما العلف الحيواني من مصر ولا بنستورده؟ انت بتستورد معظم مكونات العلف من بره الذره الصفراء والفول الصويا 60% دي 60% و 96% زيوت. يعني ايه 96% زيوت؟ مش فاهم. يعني ندخل فيها عايز يخش الزيوت يعني عايز يخش فيها الزيوت بنستوردها بنسبه 96% ملهاش دعوه بالعلف. انا بتكلم عن العلف. على العلف انت عندك اكتر حاجه بتخش في مكونات العلف الذره الصفراء والفول الصويا. نعم دول كلهم تقريبا بنستوردهم. ودي يمكن معالي الوزير مهتم جدا باحلال الذره الصفراء مكان الذره البيضاء في الزراعه عندك. في الزراعه وعايز الخطه يعمل الخطه المعموله ماشي يعني ماشي. انا دايما بحب الكلام يبقى علمي. وزاره الزراعه وضعت خطه لاستبدال الذره البيضاء بالذره الصفراء لحل مشكله العلف اللي بندفع فيه بالدولار. مبلغ وقدره بنستورد بكام يا فندم؟ لا اصل دي يعني الارقام مش عندي الاستيراد الذره والحاجات دي الارقام مش عندي. طيب ما اصل يعني انا لما بتكلم عن انتاج حيواني بمشتملاته بتاع انتاج يعني بعيد عن الدور ده. يعني انا اتكلم في اللي يخصني عشان خاطر الرقم اللي اقوله نتحاسب عليه. بالنسبه لاستيراد الذره انا ما طيب بنستورد 60% والباقي ال 40% انتاج مصري؟ انتاج بالنسبه لايه؟ للعلف الحيواني. لا تقريبا لا ما وصلش لكده خالص. ما عنديش انا ذره صفراء. ايوه لا طب ما انت حضرتك قلت لي 60% اعلاف. ده الاستاذ اللي قال. لا ده اللي قال الاستاذ قال حاجه 90%. لا ده لا انا بسال حضرتك العلف الحيواني احنا بص احنا مكونات العلف الرئيسيه ذره صفراء وفول صويا من بره كله. كله من بره. لكن حضرتك ما تعرفش بندفع فيهم كام؟ لا لا طيب عندنا كام تاجر اعلاف في مصر؟ هل ده متوفر عند حضرتك ولا برضه ما تعرفش؟ كم تاجر جملة مواشي في مصر؟ لا دي برضه ما اعرفهاش. كم راس موجودة في مصر البلدي؟ ما انا قلت لك 18 البلدي مليون البلدي. لا البلدي يعني حوالي 14 مليون 14 اكتر حوالي 16 مليون 16 مليون بلدي. لان في عندك خليط وفي عندك مستورد. ما الخليط يعتبر بلدي برضه. طيب مين بيتحكم في سعر اللحمة في السوق؟ والله بص حضرتك هو التاجر عارف احنا بالنسبه للفلاح وبالنسبه للمربي صدقني اللي في الوسط هو الكسبان اللي هو الوسيط. عشان يجيب العجل من الفلاحين للقاهره بقد كده ده الوسيط. لكن الفلاح عمره ما بيطلع بياخد الكيلو بكام يا استاذ محمد من قلب المزرعه بتاعته.
يوزن ب 34 و50 يعني ماشي 34 35 على ما يوصلك صافي يبقى 79. ده الوسيط بقى اللي بياخد من هنا يودي هنا ضعف 100% رغم ان سعره واقف اهو. طبعا 34. لا يا بيه ما هو ب 34 يصفي 55. ايه يا محسن بيه ما تقول. انا بقول لحضرتك هو ده حي ده شغل 55% لحمه والباقي احشاء ورأسه. ايوه عظمه بس 55. لا وبعدين احنا يصفي معانا 27% زي ما انا شرحتها لحضرتك من شويه كده. طيب ايه دور وزاره الزراعه في الرقابه على الاسواق؟ لا الرقابه على الاسواق وزاره التموين. انتوا مالكوش دعوه غير انكم بتوفروا بنساهم في توفير. ايه دور وزاره التموين في الرقابه على تسعير اللحوم؟ لا هو التسعير ما فيش دور في التسعير، السوق حر حضرتك وزي ما انت عارف طبقا للدستور، ولكن دور الوزاره انها تعرض كميات من النوعيات البديله باسعار منخفضه تقدر تعمل توازن في الاسعار في السوق. ده بالنسبه للسعر، لكن الرقابه الثانيه بتمارس وزاره التموين ومباحث التموين والطب البيطري اللي هو تابع لوزاره الزراعه والصحه، مكاتب الصحه اللي هي الاشراف البيطري والاشراف على سلامه اللحمه نفسها. دي بقى بالمرور يعني من حق اي جزار انه يقرر انه يبيع اللحمه مثلا ب 150 جنيه هنا العرض بقى العرض والطلب. انا بتكلم عن الحق وبعدين نتكلم عن ان هو يخسر او يكسب الناس تروح له او ما تروحلوش. بس من حق الجزار انه لو ليه يرى انه تسعير اللحمه عنده لان عنده لحمه نوعها كويس انا هبيعها ب 150 جنيه هو لازم يرى ولازم يلاقي زبون ياخد بالسعر ده. ده موضوع تاني. الزبون يروح او ما يروحش. اذا كل واحد من حقه ان يسعر كما شاء من الجزارين. لكن اذا لقي السوق في وفره في المعروض هينزل طبيعي. ماشي طبيعي يعني عرض وطلب. عرض وطلب مساله عرض وطلب. عرض وطلب يعني مسألة. طيب انا عايز اسالك بما انك المواطن الغلبان اللي يعني مش لاقيين خلاص وصلنا على الاخر باللي انت سامعه ده شايف ان مبادره قطع اللحمه حل؟ لا هي مش حل. لازم الحكومه تتدخل. لازم الحكومه تتدخل يعني حتى ولو قطعنا كده كده مش بالعرض. لازم الحكومه تدخل ووزاره الزراعه تدخل ولازم رئيس الوزراء ابراهيم محلب يتدخل في الموضوع ده. يتدخل يعمل ايه؟ يعني هو النهارده لما استمرنا في النهارده كان في لحمه ب 70 75 و80. طيب خلونا ناخد بعض التليفونات. استاذه هناء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ خير. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي اتفضلي. انا مبسوطه جدا اولا ان انا اشتركت في البرنامج بتاع حضرتك لان انا نفسي جدا اتكلم معاك. مش هطول عليك انا بس عندي سؤال للدكتور عبد الكريم بخصوص منافذ وزاره الزراعه. انا يا فندم كنت انا ساكنه في منطقه الدراسه وكنت زي اي مواطن بشتري الاول من اللحوم اللي هي بتاعت الجزارين اللي ب 70 و80 و90 و100 والكلام ده. المهم شفت احد منافذ وزاره الزراعه تبع لاتحاد الشرطه. اوكي دخلت اشتريت لحمه بكام؟ مش بالاسعار اللي الدكتور عبد الكريم بيقولها خالص، يعني انا ما اشتريتش حاجه ب 37 ولا 38. اشتريتي بكام؟ ب 40. الكندوز مش فارقه كتير يعني. لا ما انا هقول لها برضه. 45 البيتيلو، 55 الموزه، البوفتيك 55 وفي بقى دواجن وفي حاجات ثانيه. تمام. ثاني مره رحت عشان اشتري لقيت المنفذ مقفول. فسالت قلت ايه سبب ان المنفذ مغلق؟ قالوا لي المنفذ فيه لحوم فاسده. طب ما انتوا يا جماعه يعني ازاي منفذ تابع لوزاره الزراعه يبقى فيه لحوم فاسده؟ جهاز الكهرباء قطعت الحمد لله انهم ما باعوهاش. نعم. يعني يجب تشكرهم انهم قفلوا. لا ما هي كانت بتتباع يا فندم مش قفلوها كده. اه يعني تشمع علشان في لحوم فاسده؟ ايوه يا استاذ خيري كان في لحوم فاسده وبعديها على طول يعني انا قلت مثلا ايه ممكن تكون اشاعه او في تصليحات او حاجه. لما سالت قالوا لي لا جه بلاغات وان اللحوم فعلا فاسده فيه. طيب ما بتشتريش لحمه ليه من مجمعات النيل؟ نعم يا فندم. ما عندكوش فرع لمجمعات النيل؟ لا ما فيش فرع لمجمعات النيل ولا الاهرام في البساتين ولا في الدراسه. انا شفت عربيات مكتوب عليها وزاره الزراعه متنقل رقم 26 مش عارفه ايه عربيات كده بتبقى واقفه برضو. نعم. منتجات من وزاره الزراعه بس برضو الاسعار بتاعتها مش رخيصه يعني مش الاسعار زي ما هو الدكتور عبد الكريم بيقولها خالص يعني وبرضو تختفي بعد كده وما بتبقاش متواجده. طب هل وزاره الزراعه عندها لحوم فعلا
ولا ده وهم احنا بنيجي فيه ولا هما بيقولوا؟ ما انت بتقولي انك نزلتي يا استاذه هناء ولقيتي واشتريتي، بغض النظر عن السعر نتكلم فيه، بس انت بتقولي نزلتي ولقيتي ما عدا المره اللي كانت فاسده دي بايظه. يعني انا خدت كيلو الحمد لله انا ما حصلش حاجه، يعني الحمد لله هو قعد ثلاث ساعات على النار بس مش مشكله يعني. بس المهم عمل شوربه حلوه؟ لا للاسف كان فيها طلاق بس ربنا ستر. طيب. بس الحمد لله. فيعني يا ريت بس هو يقول لنا المناطق دي موجوده فين؟ صحه الكلام دوت ايه؟ ازاي بيبقى فيها ادام حاجه تابعه للحكومه ووزاره الزراعه المفروض ان هي حاجه موثوقه فيها يعني. تمام. ما ينفعش تتقفل بعد ما تبقى متواجده ويتقال فيها لحوم فاسده. حاضر. شكرا. استاذ عاطف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عليكم وخير بيك. عليكم السلام ورحمه الله. عاطف رزق صاحب محل جزاره في شارع الهرم. اهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم. بقول لحضرتك يعني الحل في دقائق برضو بسيط بالنسبه للواحد لامس الموضوع من زمان. ايام السادات الله يرحمه كان برضو كان بينزل عجول فريزيان او عجول مستورده حيه في جميع المجازر كلها. من قبل وزاره الزراعه بتبقى ملزمه بيها. الجزار اللي معاه بطاقه ضريبيه بتاع رخصه معاه سجل تجاري يروح يتأيد اسمه تبع المديريه بتاعته وبياخد لحم سخن تبع المجزر اللي فيه ده كان في كل انحاء الجمهوريه كلها كان بعدل ربنا كده. غير بقى الشوادر دي ظهرت طفره فيها اللي هم ما لهمش اي مهنه او المجمعات دي ما كانش ليها مثلا يد او كان الممنوع الحاجات دي كانت ماشيه منظومه كويسه زائد ان يا ريت يدعموا الحاجات دي ويذبحوها والجيش كمان يبقى ليه سيطره برضو عنده مزارع وعنده الخير كله وربنا يخلي لنا الريس انما لازم يبقى الجزار اللي هو صاحب محل ليه منشاه وليه ضرايب وليه كهرباء وليه ميه غير الشوادر اللي هي العشوائيه دي وبيحصل فيها مشاكل كتير زائد ان في عربيات برضو بتبقى كاتبه كده على وزاره الزراعه وهمي وبيبيعوا اي حاجه غلط ما مش مش مال مش مال يعني ايه بيبيعوا حاجه غلط معلش مش فاهم يعني بيبيعوا لحم مجمد ويفكوه بيبيعوا يعني حاجات كده مش ملزمه انما صاحب المنشاه بيبقى مسؤول يا خيري بيه قدام اي دكتور بيطري وقدام اي صحه وقدام اي حد ما يقدرش يلعب انما العلف برضه زياده ليه دوره الاول ان هو كان حضرتك الاول الناس بتربي في بيتها خروف بتربي فرخه بتربي عج ليه العلف بسيط ورخيص جدا انما دلوقتي انقرضت الموضوع من المصدر وزاره الزراعه مسؤوله وبنك الائتمان الزراعي اللي كان بيلم البتلو وبرضه يسمنه ويلفه يا ريت يتمنع البتلو ويبقى من قبل بنك الائتمان الزراعي زي ما كان بيحصل العجول البتلو دي والجاموس وانت عندك كم عجل يلف كده على الناس دي في القرى والنجوع ويأيد عندهم ويديهم العلف بسعر بسيط جدا في سبيل المشاركه على العجول دي بتلاقي العجل بيوقف في الكيلو بكام؟ ايوه بس يعني مشاركه يعني انا هجيب علف من الخارج بالدولار وادعمه كمان علشان يوصل للجزار يا خير بيه رجال الاعمال ليهم دور برضه ان هم ليهم يد في الغلاء ده بيستوردوا العجول الحيه الكيلو بدولار بييجوا يبيعوه هنا باربعه دولار برضه اللحمه المجمده كذلك الامر برضه العلف كذلك الامر طب انت حضرتك قلت لي ان الجزار جايب المعلومات دي منين ان في رجال اعمال بيستوردوا بدولار احنا بقالنا دلوقتي يا فندم احنا انا في المهنه من سنه 70 فانا برضو مدارك الموضوع ولامس انا من مصلحه ابيع اللحمه رخيصه ايوه بس فكره بتستورد الكيلو بدولار دي في كده يا دكتور نعم استيراد أيوة كيلو اللحم العجل الواقف يجي من بره بدولار الكيلو بيشتريه من هناك لكن ما اعتقد انه الرقم مش مظبوط قوي يعني طيب انا بدقق بس معاك الرقم شويه مش داخل دماغي لا 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 بص حضرتك لازم رجل الاعمال برضه ليه دور في كده لازم يساهم بوطنيته في البلد العجول اللحمه اللي هو المستورده المجمده برضه بتتجاب رخيصه جدا وتتباع هنا بانواع برضه اللي هو البرازيلي الانواع اللي هي السوداني دي او الاوكراني
او كده بتتباع بسعر عالي جدا. لازم يقننوا الموضوع، والجزار اذا خد لحم سخن او طازه من اي مصدر ببطاقته او بالرخصه يبقى ملزوم بسعر معين ويتحط سعر معين ليه. اذا بتربط من المذبح والجزار، انما الجزارين العشوائيين التانيين دول اللي بيعملوا المشاكل والبلبله، اللي يقول لك ذبح حمار، اللي ذبح مش عارف حاجه بايظه، لا، انما الجزار المظبوط ما يقدرش يلعب، وده يبقى مربوط في المذبح بسعر، ويقولوا له وزاره التموين ومباحث التموين بيع بسعر كده ليك هامش ربح معين علشان بطاقته ضريبيه، عنده صناعيه، عنده. تمام يا استاذ عطا، تمام، بشكرك يعني جدا استاذ مصطفى. مش هنتكلم وخلاص، لازم نصحى بالبلد. حاضر، حرام. هنناقش استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. كل سنه وحضرتك وحضرات الناس اللي قاعدين معاك طيبين. انت طيب. انا مش هطول على حضرتك، بس انا هقول كلام مهم. انا بقى لي 28 سنه اشتغل جزار. بتشتغل ايه يا فندم؟ بلدي وجزار. جزار محلات بلدي، محلات افرنجي، سوبر ماركت، مطاعم وفنادق. الموضوع يا باشا، المشكله بتتلخص في ثلاث نقاط. اول حاجه، الحكومه لما جت تحل وتنزل اللحم المستورد ما نزلتوش من خلال الحكومه بس، فبينزل من خلال شركات متعدده كتير، شركات خاصه. وطالما الموضوع دخل فيه شركات خاصه يا فندم، يبقى فلت من ايد الحكومه. ليه؟ لان دايما المصلحه الخاصه بتبقى هي الدفع الاكبر، ما بتبقاش المصلحه العامه، لان دي ما بتبقاش فلوس البلد، دي بتبقى فلوس ناس مستثمره عايزه تحط جنيه تلاقي قدامه جنيه كده. الحكومه تخلي الاستيراد من خلالها هي بس. اول حاجه، ده هيرفع من دخل البلد في مليارات سنويه، الله اعلم بتروح فين. تمام يا فندم، ده اولا. ثانيا، ان الجزار البلدي المحترم اللي هو مفروم ما بين المجمعات وما بين الجزارين اللي بتنزل كراتين تتفك في شنط عربياتها في مناطق من ارقى مناطق التجمعات الجديده الموجوده حاليا، وبعدين تخش تتباع على ان هي بلدي ومتعلق في مؤاخذه في وش المحل كده عجلين بلدي، والدنيا خربانه من جوه باشا، وبيخش الموظف بيرزق وبيروح والدنيا جميله. طب ثواني، يعني انت بتقول ان بيتم تهريب اللحوم وبيعها للجزارين؟ ده ما بيتمش، اللي انا بحكيه لك ده بيحصل الظهر. باللحوم مستورده بتدخل بيبيعها موظفين. مش المستورد الحي كمان، ده في فئه ثانيه من الجزارين بتاخد الاوكراني والمستورد الحي والسوداني وبتبيعه، ده لحم شبيه للحم البلدي وبتبيعه على ان هو بلدي. وبرضه في مناطق راقيه وفي مناطق كبيره. والزبون بياكل، النهارده الزبون المصري من كتر اللخبطه بتاعت السوداني وبتاعت الصومالي والاثيوبي والبلدي نسي طعم اللحمه البلدي. الحل الثالث يا باشا، ان الجزار يقطع الاتصال ما بينه وما بين الفلاح، الكونتاكت ده لازم يكون دايركت ما بينه وما بين الفلاح، لان اللي في النص ده هو اللي بلعها والجزار مظلوم. لكن الجزار لو نزل يوم في الاسبوع بدري سوق حاجته بايديه، انا بقالي بص يا فندم انا ماسك قسم في التجمع الاول في مول كبير، والحمد لله بقالي 6 شهور بشتري لحسابي، وانا اللي بنزل وبسوق وبروح وبسافر، ده بيوفر معايا كتير. بتبيع بكام بقى؟ ببيع كيلو اللحمه ب 79 جنيه وبكسب فيه، وعندي 8 صنايعيه. نعم، تمام. وبتبيع البتلو بكام؟ اجيبه بايدي. اول حاجه بتبيع البتلو بكام يا حاج؟ عينيا ما بيضحكش عليا في المذبح، وياخدها اللي هي بتاعت الاوكراني دي على ان هي بلدي. اقسم لك بالله هو ده اللي بيحصل، الاوكراني ده الجزار بيتخم فيني مش الزبون. ويبيعه ب 84 ويبيعه ب 90 ويبيعه ب 95 طب بيبيعه ازاي وهو مش مختوم؟ لا يا باشا، مين قال لك انه مش مختوم؟ مختوم ما انا يا باشا مختوم وزي الفل، وحته لحمه شكلها احلى من حته اللحم البلدي، لكن مفيش طعم. وما بتاخدش سوى. تمام؟ بتبيع البتلو بكام يا عم مصطفى؟ اللحمه تبقى كويسه ولونها حلو وتستوي معاه بسرعه. ده مزاج الزبون المصري. عم مصطفى. اتفضل يا باشا. بتبيع البتلو بكام؟ ببيع البتلو اليومين دول ب 125 جنيه طافي. وفي اماكن ثانيه بيوصل 140.
يا فندم هو سور ما بيني وما بين المكان الثاني وصل 150 جنيه زي ورقه البوسطه في رمضان. 150 جنيه كده. انا الزبون كان بيقول لي طب اديني صافي، اقول له انا ما اقدرش اطلع كلمه 150 جنيه دي ليك في وشك كده، انا اطلع سمعه على نفسي ازاي؟ انا اقول انا مش عارف بس وبجيبه كتواجد صنف، ده انا ببيعه كده وما بيجيبش مشال العربيه بتاعته. بشكرك جدا يا حاج مصطفى. استاذ سيد من القاهره، اهلا وسهلا. استاذ سيد. طب الاستاذ ابو العلا من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ خير ازي حضرتك؟ اخبار اللحمه عندكم ايه بلدياتكم؟ زي الفل يا فندم. احلى لحمه في اسيوط. الله يبارك لك يا باشا. انا كيلو عندكم بكام بقى؟ مزارع. انت مزارع؟ اه تمام. او بزرع محاصيل وبنتج ثروه حيوانيه مواشي والجزارين بتيجي تاخد مني من عندي يعني. طيب كويس قوي. قول لنا بقى انت المشكله اللي بترفع السعر عندك ايه؟ هقول لك المشكله فين وحلها يا باشا. اتفضل. اولا انا كنت ببيع اللحمه دي قايم اللي هي نفس اللي بيقول عليها النفس ده الحي يعني. آه. كنت ببيعه ب 20 جنيه من المزرعه عندي. تمام. كان الجزار بياخد مني الكيلو ب 20 جنيه بيبيع اللحمه اياميها ب 50 جنيه. تمام. الجزار دلوقتي بياخد اللحمه مني ب 30 وب 31 بيبيعها ب 70 وب 75 وب 80 جنيه. لما نيجي نقيس الفاصل بين الرقم ده والرقم ده الاقي انا عندي القايم الحي زاد مثلا 10 جنيه وعند الجزار زاد 30 جنيه. تمام. فدلوقتي المشكله عند الجزار نفسه. كلمة إن في تاجر بياخد في تاجر فاصل بين الجزار ما بين في السوق وكده مفيش الكلام ده، الجزارين كلها بتسوق لوحديها. وهو أما بيتسوق بالسعر ده يعني أنت الجزار بيجي ياخد منك مباشرة بياخد ب 30 31 وتلاقيه بيوصل ل 80. أنا من أسيوط وعندي أكثر من 20 جزار بيتعاملوا معايا. أنت بتوزن حي، أنت بتبيع على إنه نفس. ببيعه حي أه. ب 30. طب ما هو الطبيعي يوصل ل 60 مثلا مش كده؟ ما هو كان انا كنت ببيعه ب 20 وكان بيتباع ب 50 جنيه. اه. فدلوقتي بيتباع ب 80 جنيه وب 75 جنيه وهو بياخده مني انا ب 30. طيب يعني هل انت زادت عليك اي حاجه بالنسبه للعلف؟ يعني انت بدات تدفع اكتر في العلف، ايه اللي خلاك ترفعه من 20 ل 30؟ زياده العلف والمستلزمات زادت عندي بس ما زادتش النسبه اللي زودتها الجزار. يعني انت شايف ان المشكله بما انك مربي المشكله في الجزار؟ المشكله في الجزار. هامش الربح آه. عند طيب يعني ايه؟ طيب مش فاهم. هامش الربح عند الجزار كبير قوي يا فندم. الاكل برضه بيوفر. نعم. ادي الفكره. وانا بذبح برضه، انا بذبح يعني انا راجل برضه بذبح عندي وبضحي. فانا قعدت حسبت له لقيت ان الجزار بياخد في الحيوان الواحد او البهيم الواحد بياخد فيه 3000 و4000 جنيه في الواحد. في الواحد يعني اه يبيع له 170 كيلو عربي مثلا. اه انا اربيه ابيعه مثلا ب 10000 جنيه صرف عليا انا كمربي، صرف عليا مثلا 9500 جنيه. اما الجزار بيرضي. انت يعني مقلل مكسبك والجزار هو اللي دباح. هو حاكمني بالسوق، هو بيحاكمني بالسعر العام. انا مش قادر، انا نفسي ازود بس مش قادر، هو بيجي يشتري مني، هو اللي بيتسوق مني. اه دي المشكله الاساسيه. ومين بيتحكم؟ حل المشكله يا باشا بقى في حاجه تاني. اتفضل. اولا لازم الحكومه تظبط الاسعار في السوق. ازاي يعني تحدد الاسعار ولا تعمل ايه؟ اه تتحدد الاسعار. سعر ما هو زي السعر ما متحدد ان التاجر ان الجزار. اه ده مخالف حتى للدستور فكره التدخل في ضبط الاسعار، هي تراقب لكن تفرض سعر، ده مخالف. تاني حاجه باشا توفير الثروه الحيوانيه. والثروه الحيوانيه دي ما تتوفرش سيادتك الا في بعض حاجات من الدوله، ده حل المشكله الاساسي. يعني احنا بنتكلم في فروع، ده اللي بيتكلم في المستورد واللحوم المستورده. اللحوم المستورده ما فيهاش مشكله لان سعرها مناسب، ب 40 جنيه ب 35 جنيه ب 45 جنيه سعرها كويس. لكن النهارده احنا بنتكلم في سعر اللحمه الحيه. لازم الدوله عندي تتاهل ان انا امتلك الاراضي او اخد حق استغلالها كمزارع. لكن انا باجي دلوقتي النهارده انا واخد مزرعه في الجبل ومش عارف ادخل لها كهرباء، مش عارف اعمل لها اي اجراءات. الدوله فيها يعني في تقصير شديد في الناحيه دي. دي اول نقطه. ثاني نقطه توفير الخدمات الاساسيه يعني للاراضي والحاجات دي. ثاني نقطه اللي هي توفير السلالات من وزاره الزراعه، توفر لي السلالات المناسبه ان انا اربي. يعني انا حصل عندي انا ليا شهرين او ثلاث شهور ما بدخلش عندي
ما بدخلش مواشي ليه؟ حصلت اصابه بفيروسات الدوله ما بتساعدنيش في ان انا اعالجها، يعني في الحمى القرعيه والحمى الثلاثيه دول جم قضوا عليا، انا موتوا مواشي من عندي كتير وما لقيتش وزاره الزراعه انها تكافح او الطب البيطري يجي يدعمني كان كفلاح او كمزارع او كراجل صاحب مزرعه يدعمني بالادويه والحاجات اللازمه دي من ضمن الحاجات برضو. وتيجي نقطه ثانيه بقى التمويل، يعني انا نقطه 10 كده ها التمويل ايه اروح لبنك دلوقتي عشان اخد منه اقوم نفسي ابص الاقي ان البنك بيضيف عليا فايده كبيره جدا ما تتناسبش مع السعر الحاجات اللي انا هكسبها من ورا المزرعه، والصندوق الاجتماعي والحاجات اللي هي بتمول في الدوله ما بتدينيش الاقراض اللي هو مناسب للمواشي، يعني مثلا الصندوق الاجتماعي بيدي القروض بيجي يوزعوها للناس في البنوك وكده وما بيدعمش بيها الشباب ولا يدعمش بيها المشاريع الصغيره اللي هي تربيه المواشي والكلام ده، الحاجات دي بتاثر في السوق وبتخلي الجزار اللي قدامه يعني بيعلس الاسعار براحته. طيب بشكرك جدا يا استاذ سيد. استاذ زينهم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك. والله انا موجه كلامي للسيادة تبع وزاره الزراعه. احنا عندنا وزاره الزراعه ووزاره التموين. انا وزاره الزراعه واتصلت بالتموين دلوقتي لحم مدعم بيتذبح في مجزر جيركو بالبساتين. طبعا مجزر جيركو بالبساتين. ايه ده تاني؟ ده جيركو بالبساتين. جيركو بالبساتين. ايوه. ده العجول دي تبع وزاره الزراعه. ليه وزاره الزراعه ما تديهاش للجمعيات الاستهلاكيه؟ ياخدوها ناس جزارين بيقول لك احنا حمايه المستهلك ومش حمايه المستهلك وتبع الشوارع. لا بتاخدها مجمعات النيل تبع وزاره التموين. المفروض دي دول ياخدوها، مش يجي جزار يقول لك انا فاتح عندي خمس شواد يروح ياخد 12 عجل ويروح يبيعهم في السوق السوداء، بيبيعهم في الجيزه وعندي اثباتات بكده. واتصلت بالتموين لازم يبقى في رقابه. احنا بنتكلم على منافذ موجوده ثغرات للفساد. لازم يبقى في رقابه. ده لحم مدعم، يعني الجيش مدعمه مدعمه للمجمعات، ليه ياخدوا ناس بتوع الشوادر وياخدوا اللحم ده ويبيعوه في السوق السوداء في الجيزه هنا وفي اثباتات بكده. تمام. ياخدوه بيبيعوه في الجيزه اللحم ده مدعم. تمام وصلت يا استاذ زينهم، وصلت الرؤيه بتاعتك، انا معاك تماما. السيد اللواء مصطفى يسري محافظ اسوان اهلا وسهلا. اهلا خير بيه، ازيك؟ صباح الخير يا سياده اللواء. فندم اهلا بيك فندم، اهلا بحضرتك. سياده اللواء المبادره خرجت من عندكم بلاها لحمه والمقاطعه وحضرتك كنت من اول المؤيدين. طبعا طبعا، يعني هو طبعا دي يا استاذ خيري من، يعني انا دايما كنت بحب دايما اقول ايه، طب لو في حد عايز يبيع حاجه باغلى طب ما احنا نقاطعه وهو غصب عنه هينزل السعر. يعني حتى يعني انا لما قعدت مع الجزارين في اسوان هم طلبوا كده، قالوا لي يا فندم احنا مع الحمل. شوف بقى لما الجزارين يقولوا كده يا فندم بقى احنا عايزين ننزل السعر، الناس ما تاكلش لحمها هينزل السعر غصب عننا. ده 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 من الجزارين وانا قاعد. يعني الجزارين بيقولوا حضرتك كده هم عارفين ان هم متجبرين ولا عارفين ان هم مظلومين؟ لا لا لا، هو الحمد لله. بقول لسيادتك حاجه يا فندم، ما فيش جزار بيخسر يا فندم. اي جزار هيجي يبيع لحمه عمره ما هيخسر لو باعها بالسعر اللي هو المطلوب يبيعها بيه، لكن هو طبعا ايه، اي واحد بيتمنى يبقى المكسب اكتر، لكن هم يعني ما في، لازم بيكسب الجزار، مش هنقول ما بيكسبش. طيب سياده اللواء، ايه مشكله اللحمه في اسوان؟ ليه اللحمه ارتفعت في اسوان؟ لا هو هقول لسيادتك لسبب، لان اللي بيجي التجار المواشي بيجي ياخدوا الروس الماشيه من 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 ادفو ومن دراو، من سوق دراو، واخد بال سيادتك؟ فطبعا بياخدوها من هنا عشان ينزلوها بحري بيبيعوها اغلى. اللحمه بتتباع هناك في القاهره او في وجه بحري اغلى من عندنا هنا، لان احنا عندنا هنا في التربيه او يعني في المشيه موجوده. فطبعا انا في قرار طالع، قرار محافظ بعدم خروج اي راس ماشيه خارج المحافظه، اللي بتتمسك على في الكمين بتسلم للوحده المحليه بتاعت ادفو اللي هي على الحدود مع الاقصر، ثم الى مديريه التموين بتتبعها وبتبيعها بالسعر في المجمعات.
فطبعا دي عشان اقدر احد من ان انا اخد ده هيحد بس مش هيحل. هل هناك وضع خطط واضحه للحل على مستوى المحافظه؟ يعني في النهايه حضرتك الحكومه، فلو المقاطعه وقررنا نقاطع والناس قعدت شهر، طب قعدت شهرين والجزارين بداوا ما يشتروش لحمه من المنبع ومفيش لحمه، الحل بعد كده ما هنرجع تاني بعد شهر هترجع نفس المشكله ان ما حلناش اصل الازمه؟ لا انا عندي برضو عندي لحمه بديله يا استاذ خير، انا عندي السودان، انا عندي لحمه السوداني هنا ب 45 جنيه وبتنزل وبنزلها بالسوق، ولو طلبنا من معالي وزير التموين في زياره هنا لما كان موجود احنا بناخد حوالي كل يوم 15 راس مذبوحه طبعا، فزود قلنا له عايزين نزودها ل 30، فاحنا وان شاء الله يعني باذن الله هي في خلال اليومين دول قبل العيد هتنزل يبقى 30 عجل يوميا في اسوان، طبعا ديت في اسوان الحمد لله بالنسبه لمحافظه اسوان. الحاجه الثانيه البلدي، انا لما قعدت مع الجزارين قلت لهم ايه اللي انتوا عايزينه، ما انتوا انا برضه انا مش هقف ضدهم، انا لازم اكون معاهم معاونهم، لان هم طبعا ناس من اهل اسوان، انا مش دول مش ناس غربه عليا، فقلت لهم انا اوفر لكم، عندنا محجر كان موجود جنب مينا السد العالي، محجر قديم ومهجور، قلت لهم انا ممكن تجيبوا انتوا الروس او العجول صغيره وتربوها عشان خاطر ما يبقاش تدفعوا فيها اكتر لما تيجوا تشتروها، انت مربيها فانت موفر سعر عن البر عن السوق، وعرضت عليهم هذا الطلب، فطبعا في منهم كتير قالوا هنقعد نستنى فعلا لما نجيب صغير يا فندم ونكبر ونعمل وكده، هو طبعا بيستسهل ان هو يشتري على طول ويذبح ويبيع في نفس اليوم اللي هو اشتراه اللي اشترى فيه العجل يعني. نعم. فطبعا يعني في بدايل، يعني انا كلمت على طول استاذ قائد المنطقه الجنوبيه العسكريه، بعت لي في نفس اليوم اللي كان فيه عملنا بدانا فيه الحمله، بعت لي 15000 طن لحوم فراخ وخمسه طن وخمسه طن لحوم، تمام، وقال لي يا فندم احنا جاهزين وافتح انت المنافذ. انا فتحت المنافذ في الاماكن الشعبيه، يعني في الوحده المحليه لكل حي، في المجلس، مجلس في الحي عملت منفذ بيع. ثانيا جبت الجمعيات الاهليه، عند 11 جمعيه طلبت انها تفتح منافذ للناس عشان تاخد لحمه وفراخ من القوات المسلحه. عندي برضو شركه المصريه او شركه الاهرام هتنزل لي سمك من بحيره ناصر، بتاخده من الصياد وبتبيعه بسعر بسيط جدا يا استاذ خير، يعني لما تسمع حضرتك مثلا كيلو السمك اللي هو حوالي 6 سمكات ده ب 3 كيلو ب 10 جنيه. وده برضو 3 كيلو ب 10 جنيه؟ كيلو. ايوه فندم، لانه هو بياخده من 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 الصياد على طول، ما يمكن مكسبه ما بتاخدش يمكن مكسب بسيط جدا يعني حاجه على الهامش كده، فبياخده بنفس السعر اللي هو بيبيعه قريب من السعر اللي خده من الصياد، يعني ما بيبقاش فيه ربح كبير يعني، فده اللي بيوصله انه يبقى 3 كيلو ب 10 جنيه. بشكرك جدا سياده اللواء مصطفى يسري محافظ اسوان اللي بيدعم الحمله. خلونا نطلع فاصل يا شباب ونرجع تاني اخد كلمات اخيره واعرف الحكومه وهي قاعده في غرف مغلقه في وزاره الزراعه ووزاره التموين بيتفقوا على ايه؟ بيشوفوا حل حاطين خطط طويله المدى ولا قصيره المدى؟ نلتقي بعد الفاصل.